السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. جولة جديدة لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى طهران والرياض ومسقط وانتهاء بأبوظبي. تهدف هذه الزيارة لإيجاد حل للأزمة في اليمن. تقارير إعلامية أكدت أن جولة جونسون تسعى إلى الضغط على طهران لإقناع ميليشيا الحوثي بالتخلي عن السلاح والعودة للمفاوضات، مقابل الضغط على الرياض لوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنناقش هذا الخبر في محورين: ما الجديد الذي تحمله زيارة جونسون إلى الدول الأربع بخصوص الحرب في اليمن؟ وما مدى احتمال نجاح هذه الزيارة في تحقيق أهدافها بإيجاد حل للأزمة في اليمن؟ يرى الكثير أن أفكار جونسون الساعية لإيجاد حل للحرب في اليمن تحمل عدم اطلاع كافي بمسببات الصراع ومواقف الحوثيين من قضية نزع السلاح والقبول بتسوية سياسية، وهو الأمر الذي يقلل من فرص نجاحها. تحركات جونسون الجديدة تحمل معها ضغطا كبيرا آخر على الرياض لوقف عملياتها العسكرية تحديدا حول صنعاء، في الوقت الذي تهمل فيه أي ضغوط سياسية على ميليشيا الحوثي، خصوصا بعد أحداث صنعاء الأخيرة. مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفي سنشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نعود. جولة مكوكية لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للتسويق لأفكار مبادرة بريطانية أمريكية لحل الأزمة في اليمن التي تجاوزت عامها الثالث. من طهران مرورا بالرياض ومسقط وانتهاء بأبوظبي، حمل بوريس حقيبته بفكرتين رئيسيتين بهدف عودة الأطراف السياسية لطاولة الحوار في محاولة لإنعاش الركود الذي أصاب المفاوضات السياسية منذ أكثر من عام ونصف. ترتكز أفكار جونسون على الضغط على طهران لإقناع ميليشيا الحوثي بالعودة للمفاوضات والتخلي عن السلاح، مقابل الضغط على الرياض لوقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات وفتح ميناء الحديدة بالكامل أمام حركة التجارة. يرى الكثير من المتابعين للشأن اليمني أن الأفكار التي حملها بوريس فيها الكثير من عدم الاطلاع بشكل كاف على مسببات الصراع ومواقف الحوثيين وحلفائهم من قضية نزع السلاح والقبول بتسوية سياسية، بعيدا عن أسباب صعود ميليشيا الحوثي وهيمنتها على الوضع داخل اليمن. جونسون قال أمام أعضاء البرلمان البريطاني إن حكومته تؤمن تماما بأن السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع المأساوي هو التوصل لحل سياسي، مشيرا إلى أنه طلب من طهران الضغط على الحوثيين للتوقف عن إطلاق صواريخ تجاه السعودية. يمكن القول أن جونسون عاد من طهران والمنطقة بخفي حنين، وهو يدرك ربما أكثر من غيره أن إيران لن تضغط على الحوثيين، بل ستزيد من قيامها بإمدادهم بالأسلحة النوعية والصواريخ طويلة المدى. الوزير البريطاني لم يغفل الزيارة التي قام بها إلى سلطنة عمان ولقاء السلطان قابوس، باعتبار مسقط بوابة طهران وأدواتها الأقرب لحلفائها الحوثيين في اليمن. الكثير من الكلام قيل خلال جولة جونسون، لكن الأفعال على الأرض ما زالت صفرا، ولا تبدو أن هناك أي مؤشرات للحل على الأرض. هناك ضغط كبير يدور لوقف العمليات العسكرية تحديدا حول صنعاء والحديدة، وهذا ما يجعل ميليشيا الحوثي بعيدة عن أي ضغط سياسي أو عسكري محليا وإقليميا ودوليا، فيما يستمر التحالف في إهدار فرص تحقيق تقدم عسكري وسياسي على الأرض ومنع تقدم القوات الكبيرة في الجبهات الأكثر أهمية لحسم الصراع. وعلى هامش تلك التحركات خفتت الأصوات بخصوص ما تتعرض له البلاد من تداعيات إنسانية وصحية جراء استمرار الصراع. الصمت المطبق وصل إلى حد تجاهل الأحداث التي دارت في العاصمة صنعاء، أفضت لمقتل صالح وملاحقة أنصاره في عدد من المحافظات، والتصفيات الجسدية للمئات من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.
إذا نبدأ النقاش وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الغيلاني من مسقط. السيد عبد الله مساء الخير. مساء الخيرات، مرحبا بكم جميعا. أهلا بك سيد عبد الله. بالبداية، التطورات الأخيرة في اليمن، كيف تقرأ التحركات الدولية الهادفة لتحريك الركود السياسي في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان السؤال تحديدا عن زيارة وزير الخارجية البريطاني مؤخرا إلى المنطقة، فما أحسب أنها تحمل تحولات جذرية فيما يتعلق ب يعني الرجل لم يأتي بمشروع سياسي يمكن الحديث عنه، ولكن لا شك أن في زيارته الأخيرة من حيث العواصم التي زارها، لا شك أن اليمن حاضرة في هذه في أجندة هذه الزيارة. فهو قد زار طهران، التقى بوزير الخارجية، زار مسقط، التقى بالسلطان قابوس، وهذا ملفت للنظر لأن السلطان قابوس في العادة لا يلتقي ب يعني هذا المستوى من المسؤولين الذين يأتون إلى يعني السلطنة. فكونه يلتقي بالسلطان قابوس معنى ذلك أن يعني هناك ما يستدعي هذا اللقاء، ولا شك أن الملف اليمني كان حاضرا أيضا. نعم. في زيارته لأبو ظبي التقى بوزير الخارجية وهذا أمر طبيعي، والتقى أيضا بالشخصية الأهم في صناعة السياسة الخارجية الإماراتية الشيخ محمد بن زايد. نعم. فهذه المعطيات تشير بوضوح أن الملف اليمني كان حاضرا في هذه الزيارات، ولكن كنتيجة نهائية لهذه الزيارة لم يتمخض عنها يعني مشروعا سياسيا قد يفضي إلى حل سياسي. بريطانيا اليوم نحن نعلم يعني كانت تتحرك من خلال الاتحاد الأوروبي، هي الآن في سبيلها للخروج من الاتحاد الأوروبي، كانت دائما تأتي في خلف يعني الحلول الأمريكية أو المبادرات الأمريكية. نعم. يبدو أن بريطانيا تريد أن تصنع لنفسها موطئ قدم في المنطقة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولكن كما قلت يعني الملفت للنظر أن تصريحات جونسون سواء تلك التي أدلى بها في مسقط أو تصريحاته اليوم في مجلس العموم البريطاني تؤكد على البعد الإنساني للأزمة اليمنية، ولكنها يعني لا تحمل أبعادا سياسية، بمعنى أن جونسون لم يقدم مشروعا سياسيا يمكن أن يلتقي حوله الفرقاء وربما يفضي إلى الحل السياسي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا أحسب أنه بعد مقتل علي عبد الله صالح في الأيام الأخيرة، أحسب أن المشهد اليمني اليوم يتخلق، يعني هناك إعادة تشكل في المشهد اليمني على مستوى التحالفات، على مستوى الاصطفافات. الداخل اليمني يبدو أنه مشغول جدا بهذه القضية. في المقابل التحالف في الخارج يبدو أنه لا يريد أن يحسم يعني هذه القضية على المستوى العسكري، وأيضا في الوقت نفسه لم يقدم مشروعا سياسيا يمكن أن يلتقي عليه الفرقاء. نعم، لكن سيد عبد الله أيضا تحرك وزير الخارجية البريطاني، يعني بحسب تقارير إعلامية أن جوهر هذا التحرك كان هو عملية إقناع الميليشيا بتسليم السلاح والعودة يعني الحل السياسي، ويعني التقاء الأطراف حول مائدة واحدة وتقرير يعني ما سيبنى عليه في المستقبل. لكن كما يعني المتابع للقضية اليمنية بشكلها العام، هي جوهر القضية هي مسألة تسليم السلاح، والحوثيين متشبثين بهذا الأمر ويرفضونه من أول لحظة. هل ستنجح هذه الجهود اليوم؟ أنا قلت مرارا يعني أن الحلول السياسية إكراه الفرقاء، فرقاء الصراع أي صراع، على الالتقاء على حل سياسي لا يأتي بالإقناع ولا يأتي بالمحاسنة ولا يأتي من هذه الأبواب. ميزان القوى على الأرض، المصالح العليا لكل طرف هي التي تحدد النتيجة النهائية للتفاوض. الآن ما الذي يجعل الحوثيين يسلمون السلاح ويركنون إلى الحلول السياسية؟ ميزان القوى صحيح أنه لا يميل لصالح الحوثيين بنسبة كبيرة، ولكن ميزان القوى القائم اليوم سياسيا وعسكريا ليس مزعجا للحوثيين يعني إطلاقا. هذا ميزان قوى مريح. نعم. هناك جمود في العمل العسكري، جمود في العمليات العسكرية النوعية من قبل التحالف، وبالتالي ليس هناك ما يدفع الحوثيين، خاصة بعد أن حققوا ما يعتقدون أنه انتصارا بتخلصهم من علي عبد الله صالح. يعني هذا يعدونه انتصارا سياسيا وانتصارا أخلاقيا. اليوم هم المسيطرون تماما،
سياسيا وميدانيا على شمال اليمن، ليس هناك ما يدفع الحوثيين إلى الركون إلى حل سياسي وفق ميزان القوى القائم على التحالف. إن كانت بالفعل يريد أن يدفع الحوثيين إلى حل سياسي، عليه أن يغير يعني معادلة الصراع وأن يحدث تحولا في ميزان القوى، وهذا لا يحدث إلا عبر أدوات معينة يأتي في طليعتها يعني استئناف العمليات العسكرية النوعية التي تخلخل يعني قوة الحوثيين وتقنعهم أو تكرههم على اللجوء إلى الحل السياسي. لكن في ظل ميزان القوى القائم حاليا، أستبعد تماما أن يذعن الحوثيون ل يعني النداءات السياسية، سواء جاءت من المجتمع الإقليمي سلطنة عمان أو غيرها، أو جاءت من المجتمع الدولي الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي أو حتى الأمم المتحدة. نعم، تكرم بالبقاء معي سيد عبد الله الغيلاني. أشرك معنا في النقاش، ينضم إلينا من الرياض محمد العامري مستشار رئيس الجمهورية. سيادة المستشار مساء الخير. مساء النور، حياك الله. أهلا بك. إذا بالبداية، كيف تنظر الحكومة لعملية السلام بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في صنعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. وبالنسبة لما ذكرت حول موضوع السلام، الحكومة منذ اللحظة الأولى وهي تعلن أنها مع السلام ومدت يدها إلى السلام. نعم. لكن ينبغي أن لا ننسى دائما أننا أمام جماعة عدوانية انقلبت على الشرعية واغتصبت السلطة وصادرت مؤسسات الدولة. هي جماعة ميليشاوية تحمل السلاح خارج إطار الدستور والقانون. فالحديث عن أي عمل سياسي أو أي يعني جهود للسلام ينبغي أن يكون في هذا الاتجاه، أي في اتجاه نزع أسلحة هذه الميليشيات واستلام مؤسسات الدولة وعودة الشرعية على كامل التراب اليمني، وبعد ذلك عندما تكون هذه الميليشيات مجرد يعني مجموعة سياسية لا تحمل السلاح، مجردة من أسلحة الدولة، يمكن يكون هناك حديث عن هذا المسار. نعم سيادة المستشار، أيضا نحن لو راجعنا المسألة السياسية منذ أن بدأت الأزمة، يعني كل الخيارات السياسية أمام يعني تعنت هذه الميليشيا لا تجدي نفعا. يعني اليوم هناك تحرك أخير أو تحرك جديد نسميه للوزير الخارجية البريطاني، هذا التحرك باعتقادك هل سينجح إلى الوصول إلى نتيجة في مسألة تسليم السلاح وغيرها من القضايا؟ والله أنا لا أتوقع أن هذه العصابة المعتدية الآثمة يمكن أن تخضع لشيء اسمه سلام. هذه ليس لها مشروع يمكن أن يقبل به الشعب اليمني، ولا تحمل أي رؤية للشعب اليمني بأكمله. هذه عبارة عن جماعة عنصرية طائفية سلالية ترى أنه لا طريق إلى الوصول إلى السلطة إلا بالترويع والقمع والإرهاب، وقد رأينا ماذا عملت مع من سهلوا لها وتحالفوا معها. نعم. وكيف انقلبت عليهم وغدرت بهم ونكلت بهم. فيعني أنا أتوقع أنه يصعب جدا من خلال مشاورات ومحاورات سابقة أن تخضع هذه الجماعات للمنطق السياسي البحث المبني على الحوار والحجج. هذه جماعة يعني انتهجت هذا النهج منذ نشأتها، وهي ترى أن الطريق إلى السلطة يمر عبر السلاح وعبر الميليشيات. فلا يمكن أبدا حسب ما أعرف من القرائن الكثيرة أن تذعن طالما وهي تملك يعني سلاح ونفوذ. نعم سيادة المستشار، في مسألة التحرك الأخير لوزير الخارجية البريطاني، هل تم بتنسيق مع الشرعية؟ بمعنى هل التقى البريطانيون بالرئيس هذه أو الحكومة؟ نعم التواصل مستمر على مستوى في الجانب الدبلوماسي لم ينقطع. ظلت هناك يعني، واعتقد انه ايضا المسار البريطاني والامريكي كذلك انهم ايضا يعني في اتجاه عدم التمكين لهذه الميليشيات وعدم يعني الاستجابه لتطبيق برنامجها الذي يهدد المنطقه والاقليم بشكل عام. نعم. اذا لو تكرمت ابقى معي سياده المستشار، ساعود لضيفي الاخر المحلل السياسي والكاتب عبد الله الغيلاني.
سيد عبد الله، يعني إذا ما تحدثنا عن فرص السلام، يعني فرص السلام ما هي في ظل الانفراد الأخير لميليشيا الحوثي على السلطة في صنعاء؟ يبدو لي أن ليس هناك فرص حقيقية للوصول إلى حل سياسي في ظل المعطيات القائمة. يعني بعد أن استمعت إلى الضيف الكريم من الرياض، أقول يعني هل يتوقع الإخوة في الحكومة، في حكومة الرئيس هادي، أن يأتي الحوثيون طائعين إلى حل سياسي دون أن يدفعوا إلى ذلك دفعا؟ هذا ليس من طبائع الأشياء. الصراعات لا تدار هكذا، يعني لا نتوقع أن تتغير قناعة الحوثيين، لا نتوقع أن يأتوا هكذا طوعا إلى حلول سياسية ويسلموا ما بأيديهم من سلطة. هذا لن يحدث. ليس هناك فرص حقيقية للسلام في ظل المعطيات القائمة. من المؤسف أيضا أن المجتمع الدولي يتجه إلى الضغط على أطراف الصراع، سواء التحالف أو الحوثيين، يعني حول القضية الإنسانية. الوزير جونسون كما قلت آنفا في لقائه، بعد لقائه بالسلطان في مسقط، أدلى بتصريح لوسائل الإعلام، ثم اليوم يعني في يعني خطابه في البرلمان البريطاني هو يؤكد على الحالة الإنسانية، بل يهدد التحالف. قال أنه أن تفاقم الحالة الإنسانية في اليمن ربما ترقى إلى اعتبار استخدام يعني هذه الحالة كوسيلة من وسائل العدوان. يعني وصل المجتمع الدولي الذي يمثله هذا الخطاب إلى هذا الحد في إدانة صريحة للتحالف. نعم. أنه يتحمل المسؤولية الكبرى في قضية. يعني سيد عبد الله، نفهم أن التحرك الأخير البريطاني لم يتم بتنسيق مسبق مع التحالف وأيضا تفاهم مع واشنطن. لا يبدو أن هناك تنسيقا وثيقا مع التحالف. كما قلت، يعني خطاب جونسون فيه إدانة صريحة للتحالف، كما أنه أيضا ملفت، لو كان جونسون يحمل حلا سياسيا لكان أولى أن يزور الرياض أيضا، ولكنه لم يفعل، اقتصر في زيارته على طهران وأبو ظبي ومسقط. صحيح أن هذه العواصم هم من الفاعلين السياسيين في المشهد اليمني، ولكن الرياض أيضا هي قاعدة التحالف، فكان حري به أن يزور الرياض لو كان هناك مشروعا سياسيا جاء يحمله جونسون. ولكن كما قلت، يبدو أنه يعني المجتمع الدولي الآن يتجه إلى الضغط باتجاه يعني حلحلة الوضع الإنساني والسماح يعني فك الحصار وإدخال مزيد من المعونات الغذائية والطبية، وهذا يحول القضية اليمنية في أروقة المجتمع الدولي إلى قضية إنسانية. القضية الإنسانية مهمة، ولكن الوصول إلى حل سياسي أيضا مهم. مهم أيضا. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الغيلاني، كنت معنا من مسقط. أعود لضيفي مستشار رئيس الجمهورية سيد محمد موسى العامري. سيد، يعني سيادة المستشار الرئيس هادي صرح سابقا، بل ودعا إلى فتح جبهات باتجاه صنعاء. ما هو مصير تحرير صنعاء حتى اللحظة؟ نعم، الحديث أو الدفع باتجاه تحرير صنعاء وتحرير تعز والحديدة هو مسلك الشرعية منذ أول يوم، لأن هذا الخيار دفعنا إليه ودفعت إليه الحكومة اليمنية دفعا، وهي لم تختر هذا الحرب. الحرب فرضته هذه الميليشيات العدوانية، وبالتالي كان لابد من الاتجاه إلى إنقاذ اليمن وإنقاذ العاصمة وإنقاذ أبناء اليمن من هذه العصابة الإجرامية التي يعني اعتدت على الدستور والشرعية واعتدت على حقوق اليمنيين. فالاتجاه إلى هذا المسار هو اتجاه اضطراري وليس اختياري. يعني الحكومة اليمنية وحتى التحالف أيضا كلهم لم يكن الحرب بالنسبة للجميع هو الخيار، إنما هو خيار يعني فرضته هذه الميليشيات، وبالتالي لابد من لكن ربما مع الأحداث الأخيرة كان هناك توجه للتسريع في مسألة الحسم فيما يخص العاصمة صنعاء، بحسب تصريح رئيس الجمهورية بفتح جبهات جديدة وتحريك ألوية عسكرية كما تداولت وسائل الإعلام. نعم، هو هذا الكلام الذي قلته لك. العاصمة لابد أن يعني وجميع مناطق اليمن، صعدة، صنعاء، الحديدة، كل مناطق اليمن يجب أن تتحرر من هذه الميليشيات
وهذا هو المسار الذي تعمل عليه الحكومة اليمنية، بدليل وجود جبهات في صعدة، جبهات في صنعاء، جبهات في تهامة، في كل منطقة في تعز في اليمن. لولا أنه يطلب أو يراد أن تتحرر اليمن بأكملها لما وجدت هذه الجبهات في كل منطقة، فلا بد من هذا الاتجاه. لكن طبعا هناك يعني مراعاة أيضا للسكان، هناك أخلاقيات للحرب، نعم، لابد أن تكون في الحسبان أيضا. نعم، لكن إذا ما يعني كانت هناك فرصة للجلوس على طاولة حوار مع الميليشيات الحوثي في ظل تمسكها بالسلاح، هل سيمكن أن تدخل الشرعية بمفاوضات مباشرة معها؟ مفاوضات أو محاورات لإيجاد آلية لتسليم السلاح، هذا القدر الممكن، والذي حصل في الكويت وحصل قبله في بيل وحصل قبله في جنيف. إذا كانت المشاورات تعني نزع أسلحة هذه الميليشيات، عودة الشرعية، بسط نفوذ الدولة، هذا القدر من المشاورات. بمعنى أي مشاورات بعيدا عن فكرة تسليم السلاح لا جدوى منها؟ لا يمكن ابدا. لا، نحن امام جماعه معتديه مغتصبه، يعني تدعو الى الكهنوتيه والدجل، تحول الشعب الى سجن. يعني لا يمكن ابدا ان يكون هناك مسار سياسي الا في ظل تطبيق القرار الدولي 2216 وعوده الشرعيه على كامل التراب اليمني. نعم، اذا اشكرك جزيلا السيد محمد موسى العامري، مستشار رئيس الجمهوريه، كنت معنا من الرياض. سينضم الينا ايضا الان من محافظه تعز المحلل السياسي عبد العزيز المجيدي. سيد عبد العزيز، مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. سيد عبد العزيز، يعني برأيك ما الذي يمكن أن تغيره زيارة وزير الخارجية البريطاني للدول الأربع بخصوص الحرب في اليمن؟ زيارة وزير الخارجية البريطاني وتحديدا باتجاه طهران، وهي من الزيارات النادرة بالطبع، نعم، تشير إلى أن هناك ضغوط كبيرة من أجل ترسيخ بشكل أو بآخر والوضع القائم فيما يتعلق بإبقاء الميليشيات كما هي عليه في المناطق التي سيطرت عليها، وترسيخ نفوذها في تحديدا في العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها والمتاخمة للحدود السعودية. التحركات البريطانية هي جاءت أيضا على خلفية الأحداث المتسارعة التي جرت بعد عملية مقتل علي عبد الله صالح. كان هناك وعد أو كان هناك ربما قرار من التحالف بإطلاق عملية عسكرية من شرق صنعاء ومحيطها والدفع بألوية عسكرية من أجل إنقاذ علي عبد الله صالح في العاصمة، لكن يبدو أن السرعة في حسم المعركة لمصلحة الحوثيين وهزيمة علي عبد الله صالح وقتله، نعم، أدت إلى أن يقرر لاحقا ربما توقيف هذه الجبهات ومنع أي تقدم، وبالتالي ذهبوا باتجاه فتح جبهة متعلقة بمسألة الحديدة، وذهبوا أيضا في هذا الاتجاه بطريقة تنم عن ربما إما قلة خبرة عسكرية وإما عن حماقة. الذهاب باتجاه الساحل بشريط ممتد إلى حدود 100 كيلو متر بدون التخلص من الجيوب الموجودة للميليشيات الحوثي وصالح جنوب غرب تعز، وصولا إلى كثير من المناطق المتاخمة لإب وحتى ريمة. هذه المناطق لا يمكن أن تكون بعيدة عن جو المعركة، وأنت ذاهب باتجاه أهم رئة تتنفس من خلال الميليشيات، نعم، هي ميناء الحديدة. نعم، لكن سيد عبد العزيز، يعني بعد مقتل صالح، في هذه النقطة بعد مقتل صالح، كيف يعني هل نستطيع القول أن فرص السلام باتت كثيرة في المرحلة الحالية؟ يا سيدي، ما يحدث هو عملية استثمار للسياسات المضطربة للتحالف وعدم وجود رؤية واضحة لكيفية إدارة المعركة على الأرض، وبنفس الوقت أيضا حالة التخطط حتى في صنع العداوات والتحالفات. لم نعد ندري ماذا يريد التحالف بالضبط. يعني هناك خلال يومين الماضيين إعلام التحالف وقيادات عسكرية تتحدث عن انتصارات يحرزها الحرس الجمهوري في الساحل. بالله عليك، أين هذا الحرس الجمهوري الذي يتحدثون عنه؟ هل هو الحرس الجمهوري الذي قتل معامل الجيش الحوثي؟ نعم. وبالمقابل أيضا هناك شكل من الحملة على الجيش الوطني الذي ينزل في الجبهات منذ 3 سنوات، وهو ممنوع من التقدم، وقرار التقدم وشن الحرب في كثير من المناطق في محيط صنعاء، البيضاء، تعز،
كل هذه المناطق هذا القرار بالتأكيد بيد التحالف وهو من يقرر. علينا أن نقول الحقيقة بأن الحكومة ليس بيدها تقرير أو السلطة الشرعية برئاسة هذه ليس بيدها تقرير مسار المعارك لأنها بدرجة رئيسية أيضا لأنها ضعيفة ولأنها سلمت كل ملفاتها للتحالف وباتت تلعب دور المتفرج. نعم، لكن اليوم سيد عبد العزيز ما هي معيقات التوصل إلى حل سياسي من وجهة نظرك؟ مسألة الوصول إلى حل سياسي هذه أعتقد بأنها ستكون فقط واحدة من أكثر يعني المشكلات التي لا يمكن أصلا مقاربتها بطريقة سريعة والوصول إلى حل. الحلول لم تعد بيد اليمنيين وهي أيضا باتت كثير من الملفات بيد أطراف خارجية على مستوى السلطة الشرعية، الملف بيد التحالف وهو من يقرر كيف يتعامل مع هذا الأمر، وقد شاهدنا كيف طال أمد الحرب بفعل سياسات التحالف. اليوم محافظة جاهزة للتحرير ومستعدة طوال الوقت وتنتظر فقط الدعم بالعتاد والسلاح، يتم حرمانها من هذا الأمر وتبقى عالقة في هذا المستوى. إذا في النهاية ما الذي سيجبر حتى هنا 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 سيد عبد العزيز، يعني الوقت داهمنا، فقط باختصار سيد عبد العزيز، هذا إذا ما تحدثنا عن السيناريوهات المحتملة للمشهد السياسي اليمني، هل لا تزال الحلول السياسية تبدو قائمة؟ استسمحك ولو باختصار لضيق الوقت. كما قلت لك المسألة مرتبطة بالأطراف الإقليمية، من الواضح أن إيران كسبت المعركة بصنعاء بدرجة رئيسية وهي تكسب كثير من الملفات في المنطقة وآخرها إخراج السعودية من المعادلة في لبنان، وبالتالي هذا الأمر يشجعها على المضي قدما في سياساتها في المنطقة، وفي نفس الوقت هي تستثمر أيضا سياسات التحالف التي من شأنها هزيمة التحالف بنفسه، وبالتالي هي ماضية فيما هي فيه. وميليشيات الحوثي تأكد من هذا اليوم أو غدا لن تسلم سلاحها لأنها هذه الميليشيات أوجدت نفسها بالقوة ولن تتخلى عن هذا الأمر إلا بالقوة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد العزيز المجيدي، كنت معنا من تعز. أشكر أيضا في ختام هذه الحلقة ضيوفي من الرياض، كان معنا محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية، ومن مسقط كان معنا الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد الله الغيلاني. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.